نظمت مبادرة ستارت أب بحرين الدورة الرابعة من سلسلة جولاتها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وصندوق العمل التمكين ومجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية، حيث تعكس الفعالية مرونة وتطور المشهد الريادي في مملكة البحرين. وخلال الفعالية تقدمت 5 مشاريع ناشئة محلية، وعليه اختارت لجنة التحكيم الفائزة إيمان شرف ضمن المشاريع الناشئة، حيث تم تتويج مشروع ركن بالمركز الأول. نحو تعزيز فرص نمو المشاريع الناشئة وتعزيز الأفكار الريادية التي تتخذ من بيئة الأعمال مكانا لها، كانت هي دوافع تأسيس جولات ستارت أب بحرين لتصل إلى جولتها الرابعة بتنافس 5 مشاريع ناشئة محلية انتهزت الفرصة لعرض أعمالها وأفكارها أمام لجنة من الحكام المحليين والإقليميين. طبعا انطلاقا من استراتيجية بنك البحرين للتنمية، من أهم استراتيجيتنا أن احنا ندعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال. طبعا اليوم احنا ساهمنا في هالفعالية لأهميتها في تعزيز وابتكار رواد الأعمال في مملكة البحرين. اليوم طبعا الفعالية اللي هي عرض مشاريع الأفكار الناشئة أو الستارت أبس بحرينيين، تم تدريبهم من خلال المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال على عرض المشاريع. طبعا عندنا برامج تدريبية اللي هي الانفستمنت ريدينس كورس، الادفانسد وات انجل وانتس تو ليرن، وعندنا سيرتيفايد بزنس انجل انفستمنت بروجرام. تقدم جولات ستارت اب بحرين للمشاريع الناشئه المشاركه كل الامكانيات المتاحه والاستراتيجيات الاساسيه لتنقل مقترحاتهم الفريده للمستثمرين. وعليه اعلنت الجوله الرابعه من سلسله جولات ستارت اب بحرين عن فوز مشروع ركن بالمركز الاول. جدا سعيدة بالفوز في ستارت اب بحرين الجولة الرابعة. الفرحة اليوم مو بس لي، إلى حتى الأطفال اللي ركن أصلاً إليهم. ركن شنو بالضبط؟ ركن هو أدوات وألعاب إلى الأطفال يعانون من مشاكل نفسية، اللي ذوي الاحتياجات الخاصة. ركن إليهم أدوات وألعاب، نطور منهم، نساهم في دعمهم، نغير ونكيفهم مع المشكلة اللي هم يعانون منها. جولات ستارت أب بحرين تهدف في المقام الأول إلى دعم الاقتصاد البحريني وتعزيز ريادة الأعمال في المملكة وخلق فرص عمل جديدة، باعتبار مملكة البحرين حاضنة للمشاريع الواعدة التي تبحث عن فرص لإطلاق وتوسيع أعمالها محلياً وإقليمياً. بهدف مد جسور التواصل بين أصحاب المشاريع الناشئة من ذوي الفكر الريادي المبدع والمستثمرين المحتملين، كانت هذه مبادرة جولات ستارت أب بحرين التي تأتي بالشراكة بين عدد من البارزين في المنظومة الريادية بالمملكة. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.